الهير ديس اوردر بحضراتكم لهذا اليوم. اول شيء راح نحكي عن الاناتومي والفيزيولوجي اوف ذا هير، بعدين راح ندخل بالهير ديس اوردر. اول شيء ان الهير از ا هيومن بلامج، يعني هو الريش بالنسبه للهيومن بينج. الهير فوليكل تتكون بالاسبوع التاسع، بالاسبوع التاسع من الامبريونيك لايف. بالنسبه للسيبيشس جلاند هي عباره عن اوت جروث inserted to the side of the hair. تكون هي والهير فوليكل تكوننا مجتمعة البايلوسيبيشيس يونت. الهير ماتريكس، كلمة الماتريكس مثل النيال ماتريكس، تقابل البيزال سيل of epidermis. شلون؟ يعني هي الجيرمينيتف بارت of the hair follicle، مثل ما النيال ماتريكس الجيرمينيتف بارت of the nail، مثل ما البيزال سيل الجيرمينيتف بارت of the epidermis. اكو عندنا منطقه اسفل الانسيرشن اوف ذا سيبيشس جلاند نسميها الهير بالج. طبعا هذه الهير بالج هي الريجن اوف انسيرشن اوف ذا اريكتر بايل مسل. هذه المنطقه كلش مهمه، ليش؟ لانه تحتوينا على الهير فوليكل ستيم سيل، يعني قادره ان تسوي لنا ريجينريشن اوف ذا انتاير بايلو سيبيشس يونت، الفوليكل اند ذا سيبيشس جلاند. طبعا دمج هذه الاريا associated with permanent hair loss. والاكزامبل على الديزيز اللي سوينا دمج لهذه المنطقه وسوينا permanent hair loss هو اللايكن بلانس. بالنسبه للميلانوسايت هي طبعا الميلانوسايت هي موجوده بالهير ماتريكس ومسؤوله عن الكلر اوف ذا هير. وعندنا نوعين، تكون لنا نوعين من الميلانين. اول واحد هو الايوميلانين المسؤول عن البراون اند بلاك color hair، والفيوميلانين اللي مسؤول عن red hair. classification of the hair أو types of the hair، عندنا ثلاث أنواع. أول واحد هو اللانيوغو hair، وعندنا الفيلاس hair، وعندنا terminal hair. بالنسبة لللانيوغو hair، هذا الهير هو موجود during the embryonic life and shed one month before birth، يعني هذا ما نشوفه بالحياة، موجود فقط داخل اليوتراس. طبعا هو عبارة عن fine long hair covering the fetus. من shed before one month راح يجي بمكانه الفيلاس hair اللي يتكون one month before delivery. طبعا هذا عبارة عن fine short unmedullated hair. الunmedullated يعني ما بي المدلة. الهير بالcross section بي كورتكس وبي ميدلا وبي اوتر روتشيث وانر روتشيث عنده فد ستركتشرات معينه. الميدلا واحدة من الاجزاء مالته. الفيلاس هير هو ان ميدليتد، ما بي الميدلا، فاين شورت هير كفرنج ماتش اوف ذا بودي سيرفيس، تقريبا كل البودي سيرفيس. وطبعا هذا ريبليس اللانيوغو هير جاست بيفور بيرث. التيرمينال هير اللي هو عباره عن عكس الفيلاس هير، هو long coarse medullated hair seen بالمناطق اللي هي تعتمد على الهرمون اللي هي السكالب والبيوبيك ريجن، وقلنا الجروث مالته influenced by circulating androgen level. عندنا نوت مهمة انه اكو ريجن ما بيها بالبادي ما بيها hair follicle اللي هي اللبس، الجلانز بينس، ليبيا مانورا، بالم سول، هذولا طبعا free of hair follicle. هذه الصورة تبين لكم الستركتشر مالت الهير. عندنا هنا هذه هي الديرمال بابيلا بيها الهير ماتريكس، هنا راح يتكون، سميها المنطقة هي الهير بالب. طبعا هذه هي الهير شافت، وعندنا هذه هو المصل اللي هي المسؤولة عن حركة الشعر، نسميها الاركتر باي مصل. هذا الريجن اوف انسيرشن ويا الهير، هنا موجودة منطقة البلج اللي قلنا كلش مهمة ومسؤولة بها، عبارة عن بها ستيم سيل. وهذه السيبيشس جلاند هي inserted to the side of the hair. نجي على فد شغلة أخرى مهمة اللي هي الهير سايكل. الهير سايكل تبهوا طلاب، هنا each follicle، كل هير فوليكل passes independently of its neighbors. هذه النقطة كلش مهمة، بعدين راح نعرف شنو أهميتها. يعني كل شعراية تتصرف وتمر بسايكل معينة بدون ما لها علاقة بالشعر المجاور لها.
can pass independently through regular cycle of growth and shedding. وعندنا ثلاث انواع من الفيسز. اول واحد هو الانجين, بعدين كتاجين تيلوجين. الانجين هو الاكتف فيس of hair production, أو نقول هو the phase of growth of hair. الكتاجين هذا resting phase, بالشعراية تتوقف عن الgrowth زين وتبقى في مرحلة rest إلى أن يصير بها shedding زين, وبنهاية هذا phase راح تتكون clump and hair, يعني نهاية الشعراية تكون يصير بها كلابينج. التيلوجين اللي هو يجي بعد الكتاجين هذا نسميه ريستينج فيس, اللي هو بنهايته راح توقع الشعرايه يصير بها شيدنج, يعني هذا نقول الفيس اوف شيدنج. طبعا الديوريشن مال هذه الفيسز فاري فروم ريجن اوف ريجن. مثلا عندنا بالسكالب الانجين فيس اللي تقريبا يطول 5 إلى 6 سنوات, يعني هو الفيس اوف جروث. كتاجين فيس يطول لنا 2 ويك, والتيلوجين 3 مانث اللي هو قلنا الفتره اوف شيدنج اوف هير. نجي عندنا البرسنتجز اوف هيرز, هذه طبعا مثلا بالسكالب عندنا تقريبا 85% من عنده هو انجين و15% هو تيلوجين. ليش ما صار كله بنفس البرسنتجز؟ ليش ما يمشي الشعر؟ ليش قلنا كل شعرايه pass independently of its neighbors؟ ليش مو كله مثلا الشعر كله أناجين؟ لأنه إحنا إذا شعر صار كله أناجين ومر كله إلى مرحلة الكتاجين ومر كله إلى مرحلة التيلوجين, من راح يصير شيدنج راح يوقع كل الشعر مال السكالب, وهي هاي قدرة رب العالمين إنه يصير كل واحد واحد ويكون 15% دائما من الشعر هو تيلوجين. لذلك من يوقع الشعر ما راح يبين. ليش؟ لأنه موجود 85% هو بأكتف جروث. السكالب كونتين تقريبا أفريج طبعا 100,000 هير. احنا يصير شيدنج أدنى يومية لأنه قلنا الفيزيولوجي أدنى 15% هو تيلوجين. فتقريبا معدل السقوط النورم اللي نقدر نعتبره نورمال ديلي هو 100 هير يومية ممكن صير بها شيدنج ونعتبر هذا نورمال. طول الشعر يعتمد على الديوريشن اوف ذا انجين. طبعا قلنا الديوريشن اوف انجين يختلف فروم ريجن تو ذا ريجن. مثلا بالاي براوز والاي لاشز عندنا شورتر سايكل ذان ذوز اوف ذا سكالب, واكيد هذا لازم يصير. ليش؟ لانه لو عندنا نفس الديوريشن مالت الانجين بالاي براوز والاي لاشز كان شفنا الرموش تطول, تبقى تستمر تطول ونحتاج نقصها, فهي باقية على نفس الطول تقريبا. ليش؟ لأنه الديوريشن أو الانجين مالتها يختلف. هاي الصورة توضح لكم السايكل. هنا عندنا هذا الاكتف جروث هو الانجين, طبعا هذا الكتاجين اللي نشوف انه هي تنفصل الشعراية بس تبقى في مرحلة ريست وتتكون هذه الكلب اند. التيلوجين اللي هي مرحلة الشيدنج وتكونت لنا نيو هير. ندخل حاليا بالهير ديس اوردر. اول واحد هو الالوبيج. عندنا نوعين من الهير ديس اوردر, الالوبيج اللي هو لوس اوف هير, والهايبرتريكوسيس والهرسوتيزم اللي هو الزياده بالهير. ندخل بالالوبيج. الالوبيج كمصطلح بسيط انه هو لوس اوف هير بي ميني كوز اند ميني باترن. بصوره عامه نقسمها الى لوكالايزد وديفيوز, وكل واحدة لها باترنز وتايبس. نيجي ندخل باللوكالايزد الالوبيج. اللوكالايزد الالوبيج هي بدورها راح نقسمها الى نان سكارينج, يعني الهير فوليكل ما بيها سكار انه ممكن يطلع شعر, وسكارينج اللي هي هذا طبعا الجروث اوف هير يصير انلايكلي. اول كوزز اوف نان سكارينج الالوبيج اور تايبس اوف نان سكارينج الالوبيج, عندنا الالوبيج ارياتا اللي هي داء الثعلبه, الاندروجينيتك الالوبيج اللي هو احنا نسميه الصلع الوراثي, سكالب رينج وورم يعني تينيا تاخذوها بالفنجال انفكشن, هير بولنج هابت اخذناها بالسايكوكوتينيوس ديس اوردر اللي هي التراكيوتيلومينيوم, وعندنا التراكشن الوبيجيا. النوع الاخر اللي هو سكارينج, الكوزز مالتها عندنا البيرن والراديو درماتيتس, ابليزيا كيوتس, كيريون بالفنجال انفكشن,
carbuncle has a bacterial infection. C, cartilaginous basal cell carcinoma. لكن بلانس قلنا هذا سكارنج لجسع قلنا يضرب البلج إيريا لذلك هذا يصير بي بيرمنت هيرلوس. لوبوس إرثيماتوسس نيكروبايوسيس ساركويدوسيس وسنترال سنترفيوجل سيكاتريشيا ألوبيجيا. ندخل بالألوبيجيا إرياتي طبعا هي عبارة عن لوكاليزد طب وممكن تكون جنيراليزد بس بصورة عامة هي ناخدها لوكاليزد إيريا أوف هيرلوس. كل شخص عنده ريسك during the life to develop alopecia areata تقريبا نسبة مالت lifetime risk لكل شخص هي 2%. causes أهم cause هو الإميونولوجي immunological cause أو autoimmune. طبعا الفكرة جتي من شافوا الالوبيجيا areata دائما تجي associated with autoimmune disease other autoimmune disease مثل إيش هاشيموتوس ثايرويدايتس الأتوبي فيتيلايجو inflammatory bowel disease والبرنيشيوس أنيميا and other. الكوز الآخر الجينيتك. الكوز الآخر 10% شافوا من عندهم associated with down syndrome. وإدنا environmental factor طبعا مو بكل شخص فقط بالgenetically predisposed individual. شو تجينا؟ أول شيء تجينا patches of hair loss. هذه ما بيها sign of inflammation ما بيها scaling ومن نسوي close inspection أو بالترايكوسكوبي راح نشوف empty hair follicle. كوبياسان كلش مهمة وهي تعتبر باثوجنومونك للألوبيجي إرياتي اللي نسميها exclamation hair mark. طبعا هذه هي عبارة عن broken off hair طول الهير 4 ملليمتر يعني توصل لشعرها لحد 4 ملليمتر وتنكسر. هذه الهير من نباوع عليها راح نشوفها الجزء القريب للسكالب يكون narrow and less pigmented وهي هذه من نشوفها موجودة بالألوبيجيا إرياتي معناتها sign of active disease. loss of hair from all head at the variant اللي هي الألوبيجيا توتاليس من نسمع ألوبيجيا توتاليس هي تايب من الألوبيجيا إرياتي يصير بيها loss of hair from all scalp from all head. وعندنا نوع آخر نسميه الألوبيجيا يونيفرساليس اللي هي loss of hair from whole skin surface. طبعا هي نشوفها كمان بالسكالب بالبيرد اريا بالايلاشز بالاي براوز. 50% of patient نشوف عندهم nail finding وخاصة البيتنج or wrinkling of the nail. هذا الصور توضح لكم الالوبيجيا ارياتي ان هذا الشخص عنده multiple شوفها هي patches سواء كانت regular or irregular border و uninflamed ما بيها scale. طبعا هذه يهمين الالوبيجيا ارياتي وخاصة انا طبعا بعد البروغنوسيس ليش لانه تكون بالبوردر وهسه راح ناخذ هذه اللي نحكي عليها هي الاكسكليميشن هير مارك. شوفون هذا الشعر تقريبا طولها 4 ملليمتر بعض السايت مالت الانسيرشن هنا تكون نارو اند ليس بيجمنتد فروم ذا فري ايدج. كورس مالتها ان بريدكتبل يعني بالفيرست اتاك ممكن يرجع يصير regrowth within few months. 50% هي resolve spontaneously تقريبا حتى لو بدون treatment within 1 year. فقط 10% في أغلب الحالات يتحولون إلى severe chronic disease. أكو ساين من نشوفها نعرف إنه هذه poor prognosis إذا كانت الأونست مبكرة before puberty إذا كانت associated with atopy or Down syndrome إذا كانت الألوبيجيا إرياتي widely spread involvement of the scalp margin مثل ما شفنا في الجسة من تكون الألوبيجيا إرياتي بالمارجن of the scalp اللي احنا نسميها أوفياسيس أو نسميها أوفياسي فورم تايب هذا طبعا هي bad prognosis response to treatment مالتها يكون كلش قليل. Investigation طبعا هو diagnosis clinical ما نحتاج investigation لكن to confirm the diagnosis ممكن نسوي لها biopsy بالهيستولوجي راح نشوف T lymphocyte cluster like swarm of bees around hair bulb يعني نشوف الليمفوسايت متجمع داير مداير الهير follicle كأنه خلية النحل مثل خلية النحل swarm of bees. treatment مالتها multiple treatment regime تعتمد على الديستريبيوشن
involvement the course of the alopecia. أول واحد ممكن نستخدم topical steroid cream وبتر يكون under occlusion. ممكن نستخدم intradermal injection. ممكن نستخدم mild irritant مثل diethranol. أكو البوفا في حالة ال extensive cases. أكو عندنا topical immunotherapy وعندنا tacrolimus وفي حالات إنه ممكن نستخدم ال wings and cosmetics. النوع الآخر اللي هو الاندروجينيتك الوبيجي اللي احنا مثل ما قلنا هو الصلع الوراثي او بأذر تسمية اخرى نقدر نسميها الميل باترن او الفيميل باترن هير لوس. طبعا الصلع الوراثي مو بس بالميل يصير, يصير بالفيميل لكن الباترن ماته يختلف. كوزز اول كوز هو فاميليال, احنا قلنا وراثي فاميليال. الكوز الآخر هو الهرمونال, طبعا بالهرمونال نقصد هو الليفل اوف اندروجين هرمون. النظرية اللي بالميل تختلف عن الفيميل. عندنا بالميل high level of dihydrotestosterone. طبعا الدايهيدروتستوستيرون هو الactive part of testosterone. هو التستوستيرون يتحول إلى dihydrotestosterone by enzyme 75-alpha-reductase. الدايهيدروتستوستيرون سبحان الله هو بي two mechanism, واحدة عكس الأخطة الضبط. فهو مسؤول عن temporal scalp hair recession يعني تساقط الشعر في منطقة السكالب, بس نفس الوقت مسؤول عن terminal hair growth بالbeard area بالexternal ears بالnostril باللمب and acne. الكوز بالفيميال هو ليس زيادة الاندروجين وإنما increased sensitivity to the circulating level of androgen. لذلك أغلب الأحيان هي نلقاها في ميل باترن هير لوس بس هو الأندروجين ليفل من ندزها يطلع نورمال. برزنتيشن قلنا الباترن مالتها بالميل يختلف عن الفيميل, هذه الأندروجينتك ألوبيجيا. بالميل يصير عندهم لوس أوف هير أول ما يبدي من التيمبل. التيمبل تعرفونها هي الزوايا مالت السكالب من فوق يعني, هسه نشرح لكم على الصورة. يصير لوس فروم ذا تيمبل, بعدين يبدينا من الكراون القمة مال التلسكالب. بالومن لا يكون diffuse hair loss بالكراون, diffuse hair loss بالكراون. البالت اريا بالبالت اريا دي يصير انه هو terminal hair اللي هو قلنا long course replaced by fine villous hair. طبعا الكومبليكيشن مالته anxiety, دائما هذا الباتن hair loss يجي شخص عنده anxiety. شغلة الأخرى إنه البالد سكالب كان بيرن إيزيلي, تعرفون هو الهير بروتكتيف بروتكتيف يعني للسكالب, فمن يصير هير لوس راح السكالب تكون معرضة أكثر للصن, فممكن تكون بيرن إيزيلي وديفلوب مالتيبل أكتينيك كيراتوسيس. البالد مين بحكم إنه عنده هاي ليفل أوف سيركوليتينج أندروجين إنكريز أت ريسك أوف هارت أتاك أند بروستاتيك كانسر. investigation طبعا ما نحتاج, فقط بالwoman ممكن نسوي لها investigation شوف الـ level of hormone to exclude the virilization. هذه هي الـ pattern hair loss, هذه الـ female pattern hair loss. باعوا هنا هاي الصورة هي يعني الـ end stage diffuse hair loss. أول ما يبدي هذه طبعا هي normal stage 1, stage 2 راح يشوفون widening بالـ hairline ويبدي الشعر على جانب الـ hairline يخف. هنا طبعا يبدي يصير مور سيفير, هذه احنا نسميها الكريسمس تري ساين. شوفوا الهير بالضبط مثل شجرة عيد الميلاد, منها ومنها شعر بادي يقل كله. طبعا هذه هنا تكون مش مور سيفير وبالاخير ممكن توصل لها كذا مرحلة. هذه هي الفيميل باترن هير لوس اللي هي الاندروجينيتك الوبيجي, شوفوها ديفيوز اون ذا كراون. بالنسبة للميل شوفوا هنا عندنا نورمال. أول ما يبدي يصير الهير لوس يصير بهاي المنطقة اللي هي نسميها التيمبل وبالكراون, بعدين يبدي يزيد بالسيفيريتي, فراح نشوف هنا الكراون كلها راحت وهنا همين التيمبل. ممكن يبقى شوية في فاين هير لوس وممكن كومبليتلي يصير ألوبيجيا. تريتمنت ممكن نسوي لسكالب سيرجري. سكالب سيرجري هنا معناته نسوي لسكالب ريدكشن, نزغر نشيل من السكالب زين. ممكن نسوي هير ترانسبلانت وينجز topical minoxidil. الومن ممكن نعطيها
انتي اندروجين نسوي لها سبريشن للاوفيريان اندروجين. انتي اندروجين ممكن نعطيها على شكل اورال كونتراسبتيف او ممكن نعطيه سبيرونولاكتون. اكو دراج الفينستيرايد اللي هو هذا انهبت الفايف الفا ريدكتيز، هذا الهرمون اللي هو المسؤول عن الكونفيرجن مال التستوستيرون للاكتيف بارت الداي هيدرو تستوستيرون. نسوي له انهبيشن فراح يقلل الاكتيف بارت. طبعا هذا نوت انديكيتد بالومن وبالتشيلدرن، وخاصة الومن بالشايلد بيرينج بيريد. ليش؟ لانه اذا كانت بريجننت ممكن يسوينا فيمينايزيشن اوف ذا ميل فيتاس، لان قلنا هو انتي اندروجين. في سايد افكت بالميل طبعا، ليش؟ انتي اندروجين بيسوينا ديكريز ليبيدو، اريكتايل ديسفانكشن، altered prostatic specific level of antigen level. هذا بالنسبة للألوبيجيا أرياتا والأندروجينيتك ألوبيجيا. هسه راح نأخذ التراكشن ألوبيجيا. طبعا التراكشن ألوبيجيا هو الهير pulled out by several procedure. يعني هذا وين نشوفها؟ نشوفها بالأشخاص اللي يشيلون شعرهم كلش قوي، دائما شعر يكون under tension، هذول اللي يستخدمون القراصات هذه اللاستيك، وخاصة الأطفال أو البنات اللي يستخدمون هاي القراصات الكبيرة كلش. هذه يعني لها علاقة بالهير ستايل، يعني كل ما يكون الشعر مشدود قوي فيصير تراكشن ويصير هير لوس، والهير لوس عادة يكون مارجنال من المارجن مالت السكالب. البرزنتيشن عادة تجينا فيميل، عادة دائما فيميل. ليش؟ لأنه الميل ما يسوي عادة شعره يكون قصير، فما يصير بيه ما يشده ما يشيله، وبالتالي ما يكون under tension. قلنا احنا marginal alopecia زين around the edge of the scalp. البالد اريا المنطقة اللي هي المارجن راح نلقى بيها broken hair، ممكن بسبب التنشن مستمر يصير عندهم folliculitis، وفي بعض الاحيان يكون scarring. ومن وصلنا لمرحلة scarring احنا قلنا هي بصورة عامة هنا scarring، بس ممكن يصير scarring تتحول الى scarring alopecia. هنا بهذه الحالة راح يكون الى hair growth يعني قليل unlikely. تريتمنت مالتها لازم الشغلة المهمة انه اذا كانت عندنا فوليكيلاتيس ممكن نعطي انتيبايتيك وتريتمنت يعني عادية حسب الانفكشن، والمفروض انه تغير الهير ستايل. وبالنسبة للكلينيكال كورس احنا قلنا اذا دائما كان اندر تنشن الشعر فممكن تتحول الى سكارنج الوبيشي، وذلك ممكن يكون الهير جروث incomplete. هذه هي التراكشن الوبيشيا، باعوها هي مارجينال. دولة طبعا السود دائما يستخدمون في الهير ستايلنج، يضبون الشعر كلش قوي ودائما نفس الستايل مات الهير، لذلك هنا راح نشوف الالوبيشيا تكون مارجينال، وقلنا ممكن تتحول الى سكارنج الوبيشيا. اكو هاي في ذاك كلها هي نان سكارنج. راح ناخذ مثال عن السكارنج الوبيشيا اللي هي سنترال سنترفيوجال سيكاتريشال الوبيشيا. هاي احنا بعدنا باللوكالايزد الوبيشيا. كوزز مالتها طبعا دول السنترال سنترفيوجال، هذول عادة يصير بالبلاك وومن، نوع من السكارنج الوبيجيا. الالوبيجيا تبدينها بالفيرتكس اوف ذا سكالب. الكوز مالت هذول اللي شعرهم كيرلي، فاللي قلنا احنا السود يستخدمون كيميكال هير ريلاكسنت اند هوت كومبس، فهو اللي يسبب عندهم تساقط الشعر ويسوي لنا سكارنج الوبيجيا. البرزنتيشن قلنا اول شيء نوع من السكارنج الوبيجيا تجينا بالبلاك وومن. التساقط هنا يختلف عن الباترن الوبيجيا، يجينا يبدينا بالفيرتكس اوف ذا سكالب، وطبعا تكبر خلال الفترات اللاحقه، سيبريت سنترفيوجالي كوزينج بيرمننت لوس اوف هير فوليكل. ممكن وياها اذر ساين اللي هي بوريتس تندرنس تفتد هير ار كمان تفتد هير، يعني شوف فد فوليكل طالع من ادها فد 3 او 4 شعرايات. Common hair, some patient ممكن نلقى بيها من عندهم postural undercrusting. The clinical course قلنا احنا طبعا هذا scarring فهو chronic and progressive. Topical treatment ممكن نستخدم topical و intralesional steroid، ممكن نستخدم وياها oral antibiotic مثل doxycycline كanti-inflammatory. هذه هي central centrifugal cicatricial alopecia، هذه منطقة الكراون. هذا localized hair loss. راح ناخذ هسه ندخل بال diffuse hair loss.
أسباب diffuse hair loss. أول cause هو telogenic flavium وهذا كل الشائع وموجود. Endocrine causes مثل hypopituitarism, thyroid disorder سواء كان hypo or hyper, hypoparathyroidism, high androgenic state. الأندروجين ممكن يسبب إنه localize, ممكن يسبب إنه diffuse alopecia مثل ما قلنا. الدراج ممكن مثل إيش الأنتيميتوتيك يعني الكيموثيرابي سبب إنه الأنجين إفليفيوم. Retinoid يسوي إنه hair flagility and fall. Anticoagulant, vitamin A excess, oral contraceptive. ممكن يكون الكوز أندروجينيتيك, iron deficiency, severe chronic illness. مال النيوتريشن وعندنا الديفيوز تايب اوف الوبيجيا ارياتيك ان بالالوبيجيا ارياتيك هي لوكالايزد بس ممكن تجينا على شكل الوبيجيا يونيفرساليس والوبيجيا توتاليس اللي يصير بها ديفيوز هير لوس. احنا ناخذ التيلوجين افليبيوم. التيلوجين افليبيوم احنا قلنا النورمال فيزيولوجي والنورمال سايكل مات الهير انه يمر بالانجين وبعدين الكتاجين وبعدين التيلوجين اللي هي مرحله الهير فول وما يتجاوز 14 او 15% من الهير سكالب وهذا الهير فول مالته يكون تقريبا لحد 100 نورمال. هاي كتذكير بالنورمال سايكل. بالنسبه لهنا التيلوجين افليفيم يصير تساقط ما له علاقه بالنورمال سايكل لذلك نشوف هذا طبعا تريجرد باي سيفير النس وخاصه باوتس اوف فيفر هيموريج ديليفري أو severe dieting أو accident أو any cause. هذا شرح الصير يعني إحنا نعتبر هذا إني كل هنا الأسباب هي trauma. trauma راح تسوينا synchronize الكتاجين يعني تجيب يعني توحد فد كمية كبيرة من الهير الدخلة في مرحلة الكتاجين سوية وبالتالي large number of hair later on راح يصير بي يدخل بالتيلوجين فيز ويصير عندنا شادينج. Presentation يصير عندنا hair fall. شادينج يعني hair fall تقريبا 2 to 3 months after the causes اللي ذكرناها هنا. هذا الشادينج قد يكون mild قد يكون سيفير. لذلك نجي نشوف البنات مصدومات يجون للكلينيك وجايبين فتلك لوكا مال هير رأسا بدأ عندهم الشعر يتساقط بكميات كلش كبيرة ودائما من ناخذ الهيستوري راح نلقى عندهم قبل شهرين او 3 اشهر عندهم فد كوز معين للهير لوس. بوز لاين بالنيل راح ناخذ هالبوز لاين بالنيل ديس اوردر بالمحاضره الجايه ان شاء الله. طبعا بالتيلوجين حتى اذا التيلوجين افليفيوم يصير بي ريكروث ورا 3 اشهر بس الريكروث عاده not always complete ويبدينا هذا الريغروث within a few months. differential diagnosis هو احنا قلنا تيلوجين افليفيوم هو احد causes of diffuse hair loss يعني دائما يختلط وخاصة بالنسبة للي مو dermatologist ويا الاندروجينيتك الوبيجيا. اكو ساين ممكن تساعدنا بالdifferentiation بالاندروجينيتك الوبيجيا مات الفيميل الانست عادة تكون gradual والهير loss يكون mild تبدينا بالأدالتهود ومن نسوي examination للهير نسحب الهير راح نشوف firmly attached to the scalp. تيلوجين افليفيوم لا تبدينا sudden onset رأسين بين يعني فترة قليلة راح نشوف كميات كبيرة من الهير تتساقط فجأة ويكون acute illness follow acute illness عادة نشوف بالهستري ومن نسوي examination للهير من نسحب الهير راح نشوف تجي بإيدنا كميات كبيرة من الشعر ونهايتها تكون بيضة club shape hair. ممكن تساعدنا هاي النقاط بالdifferentiation. treatment مالته طبعا احنا قلنا هذا هو normally هو يصير regrowth ممكن نسوي لها investigation معينة حتى exclude other cause وطبعا قلنا نعطيهم سبليمنت في اغلب الاحيان ونسوي لهم ري اشورنس واهم نقطه هي نقول لهم مو مثل الشائع الخطا انه ما يعرفون الشعر ما يمشطوا حتى لا يوقع لا بالعكس احنا نقول لهم مشطوا الشعر باستمرار ديلي على الاقل فد مرتين باليوم حتى كل هذا الشعر اللي هو اصلا وقع خلاص بس باقي مشلب بالسكالب نقولها مشطي
حتى يصير fall بالتيلوجين هير ونحفز الانرجين فيز. كنا ممكن احنا طبعا بالهير لوس نديز مجموعة investigation للبيشنت، مثلا نديز على الهيموغلوبين ليفل يكون ايرون ديفيشنسي انيميا اي اس ار خف اذر ديزيز، مثلا انتي نيوكليير انتي بودي سيرم ايرون، نسوي له ثايرويد فانكشن تيست، كل هاي اسباب للهير فول. طبعا ممكن نديز هرمونال اسي، شوف التستوستيرون والدايهيدروتستوستيرون سلفيت، وخاصة بالومن اللي عندها irregular menstrual cycle واذا كان عندها hirsutism in other area of the body. خلصنا من ال acquired causes، عندنا اكوفد genetic causes للhypotrichosis، مثلا hypohidrotic ectodermal dysplasia، monolithrix، Menkes syndrome، Thurton syndrome. خلصنا الالوبيجيا، ناخذ شويه عن الهرسوتزم عند الهايبرتريكوسيس. شنو الفرق بين الهرسوتزم والهايبرتريكوسيس؟ الهرسوتزم هو growth of terminal hair in women which is distributed in pattern normally seen in men. يعني راح نشوف a growth of hair بالwomen بنفس المناطق اللي احنا نلقاها normally موجودة بالmen. بينما الهايبرتريكوسيس هو excessive of growth of terminal hair doesn't follow androgen induced pattern. هذا الفرق، انه هنا يكون بمناطق محددة، هنا لا، ممكن بأي منطقة ما لها علاقة بالاندروجين pattern. ندخل بالهرسوتزم، عندنا causes. اول cause هو الconstitutional او الدرماتولوجيك هرسوتزم. هذا الهرسوتزم هو خاص بينا احنا بالديرماتولوجي. ليش سموه constitutional or dermatologic؟ لانه من ندزها investigation نلقى normal or slightly increased level of circulating testosterone، يعني ما راح نشوف فد خربطة معينة بالهرمونات. وهم بأنواع causes، ممكن يكون familial، يعني ما عندها اي شيء اي خربطة، فقط انه عندهم وراثة يصير هرسوتزم بالعائلة. ممكن يكون adrenal نسميه، مثل الادرينال سها سيندروم، طبعا هذا مصطلح السها هو عبارة عن سيبورية، اكني، هرسوتزم، الوبيجيا. ممكن يكون اوبيريان نسمي اوبيريان سها سيندروم. ممكن تكون هايبر برولاكتينيميا بنسميها سها سيندروم وذ هايبر برولاكتينيميا، يعني انكريس ليفل اوف برولاكتين هرمون. النوع الاخر او الكوز الاخر هو الاندوكراين، مثلا بالكونجنيتال ادرينال هايبربليجيا، كوشينغ سيندروم، polycystic ovarian syndrome، ovarian tumor، أو prolactin secreting pituitary adenoma. النوع الآخر هو الإكتوبيك هرمون برودكشن في حالة الكارسينويد والأدينوكارسينوما. النوع الآخر ممكن يكون drugs cause of hirsutism في حالة الأنابوليك ستيرويد. شو نيجينا البرزنتيشن؟ كنا إحنا هو excessive growth of hair بالبيرد area، مثل المين يعني بالchest، shoulder tip، around the nipple، and in male pattern pubic hair. طبعا وين الهرسوتزم بهذه المناطق؟ ممكن تجينا androgenetic alopecia بالscalp، وبالتالي complete the clinical picture. complication infertility في أغلب الأحيان، psychological disturbances. ممكن ندز البيشنت قبل الهرسوتزم إلى investigation معينة، ندزها على السيروم تستوستيرون، sex hormone binding globulin كلش مهم، هذا دهياز اللي هو الدايهيدرو بإندروستيرون سلفيت، أندروستينيدون، وممكن ندز برولاكتين، وفي أغلب الأحيان ندز ultrasound، وخاصة إذا شكينا إنه عندها ممكن تكون polycystic ovary. هاي الصورة توضح لنا الهرسوتزم هنا بالشولدر، سوري بالشيست، around the nipple، بالابدومن، بالسايد of the face، بالنيك. هذه كلها هي عبارة عن هرسوتزم طبعا، والكوزز حسب سواء كان ovarian or adrenal او other من الاسباب اللي ذكرناها بالهرسوتزم. treatment طبعا اول شيء الunderlying cause لازم نعالجه، لازم discovered and treated. اكو عندنا هوم ريميديز، مثلا الواكسينج، الشيفينج، ديبليتري كريم، البليتشينج. اكو عندنا طريق اخرى هي الالكتروليسيس مثل الكولي الهير فوليكل، ليزر كل شيء حاليا.
عندنا التوبيكال ثيرابي مثلا عندنا اكوفيد افلورنيتين كريم، هذا هو فد انهبيتر للاورنيتين دي كاربوكسيليز المسؤول عن الجروث، اسوي له انهبيشن فبالتالي كان سلو ريجروث. ممكن نعطي اورال انتي اندروجين اذا كانت عندها مشكله، مثلا عندنا ستيبروتيرون استيت اللي على شكل ديانية تيجي، او سبايرونولاكتون. طبعا لما نريد نعطي انتي اندروجين لازم pregnancy is excluded، ليش؟ لأنه بي risk of feminizing male fetus. نجي آخر موضوع هو hypertrichosis. hypertrichosis قد يكون localized أو generalized. localized ممكن يجينا over melanocytic nevus مثل عندنا البيكر nevus، أو يجينا مثلا sacral area يسمونها tear stuffed patient with spina bifida. ممكن يجينا near chronically inflamed joint or under plastic cast، وممكن occupational pressure. generalized hypertrichosis أيضا عندنا أسباب معينة malnutrition مثلا anorexia nervosa or starvation. ممكن يكون بسبب drugs مثل minoxidil, diazoxide, cyclosporine, phenytoin. ممكن عندنا cutaneous porphyria اللي هو هذا disorder or ferritin metabolism، fetal alcohol and fetal phenytoin syndrome، وعندنا hypertrichosis lanuginosic اللي هو نوعين congenital و acquired type، وأكو عندنا rare syndrome مثل Cornelia de Lange syndrome والherrer syndrome. اللي هنا أنا انتهت محاضرتنا. طبعا أكو فت صورة يعني هاي توضح لكم hypertrichosis اللي هو هذا طبعا generalized، وعندنا هذه هي البيكر نيفاس اللي تشوفون بها hypertrichosis. اللي هنا طبعا خاصة المحاضرة، أي سؤال أو أي استفسار تقدرون إن شاء الله تتواصلون وياي، وإن شاء الله تكون سهلة عليكم.